هانتوما البنات التحدي ديالنا البنات هذا عرفتوه البنات صفر جل عزيز عليا بزاف ولكن ما كنلقاش الطريان المهم هنا كاين شفتها حسن وناخذ جوج نتمنى نعرف نعزلو صافي سداو لي نحن هذيك حسن لا المهم صراحة الله هنا هذا بالزبون عشان ما خليت وسط القهوة ماشي يلا هنا بصراحة الله لك شي مين في خليت عليه كات القهوة المهم البنات غنمشي نكمل التقضية ونوريكم كل شيء بلادي طاي السلام عليكم البنات ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير البنات والله العظيم توحشتكم بزاف بزاف وكيسمحوا لي على هاد الغبرة هادي راه كما كنقولوا الغايب حجته معاه كل واحد والظروف ديالو الله اللي عان بهم المهم توحشتكم كاملين 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 بدون استثناء وكنبغيكم بزاف شكرا شكرا لكم على السؤال ديالكم ليا الله يحفظكم ليا ويخليكم يا ربي دائما على خير وبخير ولا كيسمح هاد الفيديو كامل يكون في صحة جيدة وهذا هو الأهم البنات المهم البنات غندير معكم فيديو تحفيزي وتحدي في نفس الوقت اول مره غادي نديرو على القناه ديالي المهم البنات غادي نحاولوا نديرو عشاء ولا غدا المهم ب 10 اورو المهم انا غنديكم غنتقداو انا وياكم العجينه البنات دقيق راها خارج من من المسابقه يعني عجينه الخبز كان عندي في الدار ايوا التقضيه انا غنديكم معايا وغنوريكم اشنو غنشري ان شاء الله خليكم معايا وفرجه ممتعه البنات صافي انا مشيت قديت انا نوريكم اشنو شريت بعدا هذا البنات انا في الطاليه ما كنلقاهش خديت البنات السفرجل وخديت اللحم هي اللي خديت كما كتشوفوا البنات عشاء او غدا بسيط واقتصاد كما كنقولوا هنا البنات خديت هانتوما شنقول لكم 5 اورو ديال اللحم هي اللي خديت ها هي كما كتشوفوا يعني كما كنقولوا اقتصاد المهم غنديروا عشاء او غدا بحاجه بسيطه صافي البنات وخديت هاد السفرجل هذا والطباقي خديت بحال هكا الزبده خديت واحد سميتهم ديال الافوكا هنا نجيبهم لكم ونوريهم لكم يعني شي حاجه بسيطه 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 باش تجي لي داك 10 اورو اولو داك 10 اورو 100 درهم ياكو نعربوا باش تفهموني وخديت البنات غير واحد الحبه ديال الشلاضه وواحد الحبه ديال الافوكا هما اللي خديت والمطيشه خلاص كاينه عندي المهم هادشي هذا اللي خديت بداك 10 اورو يلاه البنات ندوزو للمقادير وطريقه التحضير البنات صافي هنا نصب درت هنايا واحد البصله البنات مشلضه وهذيك اللحم اللي شفتو اللي وليتكم طبعا نزيد شويه ديال زيت زيتون الواحد او باش يطيب ولكن انا كنفضل نطيب زيت زيت العود البنات سمحوا لي الا غتشوفوا التصوير كيتزعزع لكن راني شاده بيد وكنصور بيد نشوف الا قدرت نثبت التليفون شي بلاصه انا حاولت نحطوا البنات ولو غيجيكم شويه التصوير كما كنقولوا ما واضحش ولكن قبلوا صافي المهم غندير معكم العطريه هنايا درت البنات شويه ديال الابزار العطريه دائما كنقول لكم البنات على حسب الذوق وكما قلت لكم البنات راه الواحد اللي كيكون ما كيخدمش كما كنقولوا في الدار ديالو راه كتجي الخدمه صعيبه هنايا درت شويه ديال السكينجبير الملحه الملحه اكيد ما نكثروش البنات احسن نذوقوا ونشوفوا شويه ديال الخرقوم البنات صافي هذه هي العطريه ديالنا اللي غنديروا البنات كل واحد وكيفاش كيدير كما كنقول لكم على حساب الخضره كل واحد واش كيدير كاين اللي كيدير العطريه هكذا كاين اللي كيدير مثلا كل على حساب المناطق المهم انا بحال دابا هكا ديال الصفرجل عرفتوا شحال هذه البنات بيني وبين الصفرجل راه شنقول لكم ما شاء الله اعوام
المهم البنات غدا نقاد كل شيء ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات دابا غادي ندوزو للسفرجل، غنقطع بعدا مصبط تكون هكا يبان لكم البنات. نقطع بعدا واحد الحامضه هنايا البنات باش نديرها في هذا الماء وجدت الماء، لان راكم عارفين البنات السفرجل كيبقى يكحل. هذه غنديرها هنايا، والاخرى غادي نبقى نحك بها السفرجل. بسم الله البنات. تقطع لي السفرجل كل واحد كيفاش كيدير ليه. هذا سبحان الله ماشي البنات ماشي البلدي، يعني كما كنقولوا داك الرومي، اما البلدي كيجي زوين بزاف. ملي كنحيدوا ليها البنات داك الجهه القاصحه وكنشدوا بحال هكا، نتمنى يكون كيبان لكم البنات. كنشدوا بحال هكذا ونجيو لهنا وكنديروا داك زائد بحال هكذا، نتمنى البنات يكون كيبان لكم. صافي وغادا نشد البنات الحامض ونحكو بحال هكذا على داك السفرجل باش ما يكحلش ليا. صافي ونديرو في الماء. نتمنى يكون البنات الطريقه واضحه وباينه لكم. نتمنى يكون كيبان كما قلت لكم قبل على التصويره البنات. غنولي نعاود معكم البنات، نتمنى يكون كيبان ليكم بحال هكذا، وغنشدو عاوتاني بحال هذا الشكل هذا. نتمنى يكون كيبان ليكم، ونفس الطريقه البنات عاوتاني نحكو بالحامض. صافي وغنديروها في الماء، غنبقى على هذه الطريقه البنات حتى نكمل ونتلاقاو ان شاء الله. صافي انتما البنات النظر ديالنا تتقلى، هذه واحده تتقلى مزيان البنات، عاد نمرقها يعني نزيد عليها الماء. السفرجل ديالي هانتوما كتشوفوه كيفاش قديتو. دابا غادي نمشي البنات نقاد الخبز وجدت ان شاء الله ونتلاقاو. البنات هانتوما شفتوا ملي رديت عرفت شنو درت انا. يمكن لكم نتوما ما ديروش بحالي انا، ما ديروش السفرجل بحال هكا في المرقه. انا عزيزه عليا المرقه ديال داك اللذه ديال السفرجل اللي طلقها ليا في المريقه، درته هنايا. من بعد البنات دابا غادي نهز شويه منه يعني ونعسلو. نتوما الا بغيتو كديرو هاد الطريقه، ما بغيتوش كديرو مثلا ديروه في طنجره واحده اخرى داك السفرجل، وغتهزو المرقه من الطنجره وتخويو على داك السفرجل وكديرو ليه القرفه والسكر. انا عزيزه عليا كما قلت لكم داك اللوغو ديالو تلقوا ليا في المرقه، هذاك الشيء علاش درتو هنا. دابا غنولي ناخذو ونديرو هنايا في هاد المقله، غندير فيها المرقه وداك والسفرجل، ونزيد عليها هنا ندير انا وياكم القرفه والسكر. هنايا البنات هانتوما كتشوفوا هذيك الشليضه اللي وريتكم، انا زدت هنا لقيت الفرماج كاين في الثلاجه زدتو معاها. نتوما يمكن لكم ديروا اي حاجه البنات. لاصوص باقي ما درتهاش ليها حتى بغي نقدمها. هنايا البنات الخبز ها هو كيطيب، يلا خليكم معايا ان شاء الله ونتبعوا كما كنقولوا حاجه بحاجه. ما بغاش يوقف البنات. هانتوما البنات انا من بعد درت السفرجل ديالي هنايا وخويت عليه كما قلت لكم المرقه، درت ليه السكر، درت ليه القرفه. البنات نتوما الا ما بغيتوش ديروا السكر يمكن لكم ديروا العسل. المهم دائما على حسب الاختيار ديال كل واحد وعلى حسب الذوق. الا ما بغيتوش تعسلوه كان احسن. انا نص هانتوما شفتو عسلته ونص خليته بحال هكا. المهم البنات نخلي حتى توقف المريقه ديالنا يعني تقلى لينا مزيان ويتعسل لينا هذا الخير، وداك الساعه نتلاقاو ان شاء الله في التقديم. خليكم معايا ما تمشيوش فين البنات. ها هما العشيوه ديالنا منين وجد. نتوما كيفاش شفتوا كيفاش جا داك السفرجل كيتعسل كيجي غزال. انا نص عسلته ونص خليته كما شفتوا معايا بلا التعسال. الشليضه ديالي صافي درت ليها دابا المايونيز، فيها شويه الملحه شويه الابزار. الخبز ديالنا البنات اللي عجنت هو هذا نتوما كتشوفوا. المهم هذا هو البنات العشيوه ديالي وديال وليداتي، كنتمنى البنات يتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. المهم هذا هو التحدي ديالنا اليوم، وشكرا لكم بزاف على الزوينات ديالي على اللايكات ديالكم على الدعم المتواصل ديالكم. شكرا لكم بزاف والله يحفظكم ليا يا ربي يا ربي، وخليكم دائما ليا
وكنقول لكم مع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.